الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. طيب أريد رد من الشيوخ السؤال الأول، هل استخدم الإمام ابن تيمية المحاية؟ طيب السؤال الثاني في التفسير في قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، هل هذه دلالة؟ لأنني سمعت في قبل أيام هناك ناس يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، وسمعت الكلام ده في شرق النيل في مسجد، واحد قال نحن بنرسل رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم عبر الانترنت الملائكة والواتساب الإلهي، كلام ده قبل أيام كنت حاضر وبسمع وبشوف. هل هذه الآية فيها تفسير على أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهذه حقيقة أم أنه حي كما يدعي البعض؟ الحاجة الثانية، جزى الله الشباب خيرا في الرد على المتصوفة وعلى كل من يدعي الألوهية ويوصف نفسه بأنه على حق. طيب الكلام ده سمح، لكن أنا بسأل سؤال للشيخ مزم الفقيري وبكر آداب وكل الجماعة الطيبين اللي قاعدين يردوا رد جميل على كل الناس جزاهم الله خير، لكن أنا برى إنه أهل التوحيد، في ناس بيدعوا للتوحيد أنصار سنة وغيرهم وسلفية وكل الناس تدعي للتوحيد، من المفترض أي زول بيدعي للتوحيد ما يرد عليه لأنه دعا للتوحيد، يا من أي زول يخالف كلام من النص من النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤول القرآن على حسب رأيه أو على حسب المنطق فهذا يجب الرد عليه إن كان أنصار سنة ولا سلفي ولا غيره ولا كان علمانه، جزاكم الله خير. جزاك الله خير. أنا أبدأ من آخر كلامه وأعلق عليه بسرعة. أولا من المفترض قال أي زول بيدعو للتوحيد ما يرد عليه، الكلامك ده من ناحية كده سليم، إنه زول أخواننا إذا كان زول بيدعو للتوحيد وللسنة الصافية سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد عليه، ما يرد عليه بالباطل، لكن لو كان الزول اللي بيدعو للتوحيد ذاته بيجي بخالف التوحيد ادعى عليه، بيجي بخالفه، بخالفه كيف؟ أنا لما أدعو للتوحيد التوحيد بيستلزم أنا أحب أهل التوحيد، صح ولا ما صح يا إخواننا؟ وأبغض الناس اللي خالفوا التوحيد، دي من لوازم التوحيد، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآية، كويس؟ فأنصار السنة وغيرهم من الناس اللي انت قلت بيدعوا للتوحيد هم خالفوا التوحيد اللي بيدعوا له، لأنه بيجوا بيمشوا بيكرموا في الناس اللي بيسووا في الشرك وبيمجدوهم وبعظموهم وبيوالوهم بل وبيعادوا الناس اللي بينكروا عليهم، فده السبب اللي بيخلينا نحن بنرد عليهم، لأنه هم خالفوا شنو؟ خالفوا مقتضى التوحيد اللي هم كانوا بيدعوا له، مش هسه، هسه هم التوحيد ذاته خلوه، الدعوة للتوحيد ذاته خلوه، بقت عبارة عن شعارات سياسية فقط، عبارة عن شعارات، وهذه الدعوة انطلقت، وهذه الدعوة قرن من الزمان، وهذه الدعوة الفسيحة، وهذه الدعوة التي تضم فئات المجتمع، وهذه الدعوة يقول لك مشروع التيمور. يا ناس خليتوا مشروع التوحيد قلبتوا مشروع التيمور، والشعب السوداني ناقص تمر، الشعب السوداني بحمد الله شبعان والله شبعانين، الناس الجعانين ذات المحتاجين، ربنا يعينهم ويوفق اي زول بيقف معاهم، اقف معاهم ما في مشكله، لكن ده ما معناه انك انت كداعيه تخلي التوحيد وتقعد تبارع لي وزعنا تمر الليله ووزعنا فول مدمس وجاي من هناك وبنبص، وشنو؟ انت ما عندك موضوع ولا شنو؟ انت ما عندك شغله؟ يا اخي الناس امشي اديهم تمر واديهم توحيد معاه، انت موزع التمر ليه؟ لشنو؟ عشان عندك دعوه قدرت توصلها للناس ولا بس تمر ساي؟ اكان تمر ساي تحت زي ريغان داك ولا منو؟ داك جاب قمح والله شبع الشعب السوداني شبع. هل ريغان من اولياء الله الصالحين؟ فيبقى دي الان هي يا اخونا جزاك الله خير الدعوه اللي انت بتتكلم عنها انه ناس بيدعوا للتوحيد ما نخالفهم وما نرد عليهم وما نكسرهم وما كده، لو كانوا هم ثابتين على مبدأهم ده نحن ما بنسألهم،
والله انا اقف معهم بس يثبتوا على مبدأهم اللي هم بدوا به زمان. بدأ زمان تماما صار السنة دي في الأول توحيد وفلقون في الشوارع وحلقات زي دي في السوق شغالين بالميكروفونات علموا الكبار وعلموا الصغار والمجتمع عاداهم وفي النهاية فادوا المجتمع كثير في الأول فادوا وعلموا ناس كتار. لكن يا ريتهم لو ثبتوا على كده يا ريتهم لكن ما ثبتوا. القروش القروش مشكلة يوم جماعة قول لهم نديكم نديكم قروش بيجاي بيقول آن شغالين عبارة عن جمع بتاع قروش لم يلموا في القروش بس وخلوا الدعوة ذاتها. دي نقطة أولى. نقطة تانية قال هل ابن تيمية استخدم المحاية؟ أنا ما وقفت على نص من كلام ابن تيمية إنه بيستخدم المحاية أبدا. إنما الورد الذهب ترجم لبعض الناس إنه شربوا موية غسل ابن تيمية. شربوا شنو؟ موية غسل بتاع الجنازة يعني غسل ابن تيمية. طيب يا أخواننا الوقت داك أزول لما يغسلوا غسل الجنازة بيكون حي ولا ميت؟ الميت ده بحاسبوه على شو سووا الناس وراه؟ طيب ابن تيميه ذنبه شنو في ناس؟ قول شربوها، قول عبوها في قوارير ووزعوها. ابن تيميه علاقته شنو بالموضوع ده؟ ما عنده علاقه به ميت. الناس عبدوا عيسى ابن مريم جزاكم الله خير. عبدوا عيسى ابن مريم عليه السلام، هل عيسى ابن مريم عنده ذنب؟ في الناس اللي عبدوه؟ ما عنده ذنب. ما عنده ذنب. قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. كويس. فعيسى بن مريم عليه السلام والملائكة وعزير والصالحون اللي عبدوا والخمسة الصالحين في سورة نوح اللي عبدوا كلهم دين ما عندهم ذنب في عبادة من عبدوهم. وكذلك ابن تيمية كون الناس بعديه وعملوا الحاجة دي هو ما عنده ذنب ولا يعتبر ده شرع يتعبد به لربنا. آخر شيء الآية إنك ميت وإنهم ميتون. قال في ناس قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما ميت، النبي حي. طيب الصحابة دفنوا منه؟ أنا ده سؤال داير أوجهه لهم كده. خليني قبل ما أجيب لك الأدلة الكتاب والسنة، الصحابة دفنوا منه؟ مش دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث أنس رضي الله عنه قال والله ما نفضنا أيدينا من غبار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. السيدة فاطمة رضي الله عنها قالت لهم كيف رضيت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرة عائشة في بيته في حجرة عائشة. وليلا لا الصوفية الصوفي يقول لك النبي ما مات وقت تمشي الحج ولا العمرة وتجي راجع يقول لك مبروك الزيارة زرت من النبي صلى الله عليه وسلم وين هو مدفون وين في بيته وين في الحرم. اها طيب ما قلت ما مات زرت من انتو وبيعملوا مشاكل هناك اليوم مع العساكر. العساكر ما بخلون يعملوا اي خربطه شغل بتاع شركيات وتبرك ما بخلون عاملين مشاكل تلقاهم بالدافس ودار ازور وجارين دار تزور منو. ما قلت النبي ما مات كلام فارغ كله. ربنا سبحانه وتعالى قال إنك ميت وإنهم ميتون. ربنا سبحانه وتعالى قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله شاكرين. وجاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن شيء لعلها صدقة فقال تعاليني من القابلة تعالي لي السنة الجاية. قالت إن لم أجدك تعني الموت قال تجدين أبا بكر. وده في إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بل جاء في صحيح البخاري من حديث أنس قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال إن عبدا خيره الله بين أن يعطيه الله من زهرة الدنيا ما يشاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. قال فسكت الصحابة وبكى أبو بكر. أبو بكر بقى بيبكي لأنه الوحيد اللي فهم الحديث ذا. الحديث ذا كأنه فيه إشارة لموت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبكى أبو بكر. قال لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم سألناه فكان المخير هو رسول الله اللي ربنا خيره بين الدنيا والآخرة منه هو رسول الله. قال وكان أبو بكر أعلمنا يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه بيفهم كلامه. والسيدة عائشة قالت مات رسول الله
بين سحري ونحري. ما مات بعد يا صوفيا؟ بعد ما مات؟ خلاص أقول لكم قوله أنا ذا قابله. مش قلت ما مات؟ أزور الما مات ده مش بيكون حي قاعد؟ أنا ذا قابله التذكرة علي بيكون عيبة. مش من هنا للسعودية، مش النبي هناك البحر ده نقطع عوم إن شاء الله بمركب بأي حال. هم قالوا قاعد هنا صح؟ يا صوفيا بتخيلوا تدسوا مننا؟ عفو الله يا أخي المسلمين ده تشد بيحبوا النبي ولا في زول ما بيحبوا هني؟ إلا الشيعي ده بكون كلب الله يا زاك حد. المسلمين ده تشد بيحبوا النبي الواقفين هنا ديل ودارين تشوفوه ولا ما دارين؟ أها يا صوفيا احنا نمشي نشوفه بس بس لمونا في النبي صلى الله عليه وسلم بنديكم أي حاجة. لو قال لك بمليون تدفع ولا بتدفعوا؟ تبيع موبايلك وتبيع جزمتك وتبيع هدومك ها؟ نمشي بعراريقنا ساعة بس دايرين نشوف النبي صلى الله عليه وسلم. داسينه مالكم يا صوفيا؟ يقول لك الحضرة الحضرة بيجي بيجي في الحضرة. أنت تجي تلقاك قاعد وقت الغداء جاء أنت ما قدرت تقوم لأن ممكن النبي يجي وأنت بتتغدى. العشاء جاء ما بتقوم أنت قاعد. ها ناس النبي وينه؟ يقول لك يا اخي جا قبل شويه وما ريا ما شو لا لا اقول لك بشوف ابويا الشيخ بس ابوك الشيخ والله اديك كده بلاش ابوك شيخ معك بلاش كذب بلاش كذب بشوف ابوك الشيخ ليه يعني؟ ليه ليه؟ ليه يعني شوفوا الشيخ براو؟ ما انا ما اشوفه مالي؟ كله كذب وكلام فارغ فهمت؟ بل عندنا لهم سؤال ثاني قول النبي قاعد سلمنا جدلا معاكم صلى الله عليه وسلم قاعد تابع لياته طريقه من طرق كندي. احنا ما دار احنا في النهاية لنا طريقة دخلنا الجنة دي بس. النبي صلى الله عليه وسلم تابع لاته طريقة القادرية ولا البرهانية؟ والنبي يكون قاعد والشيخ بتاع أحمد تجاني ليه؟ يعني أحمد تجاني تابع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا النبي صلى الله عليه وسلم تابع لأحمد تجاني؟ وليه يكون رئيس الطريقة أحمد تجاني؟ وليه الكتاب يكتبه أحمد التجاني ما يكتبه النبي؟ احنا فاضيين لأحمد تجاني؟ قال جاينا من المغرب قال ونحن فاضيين واحنا البال هنا قدرنا عليهم لما تجيب لنا من برا كمان ها شريك مستورد. لا بس انا دار افهم الكتب دي اذا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد ليه كتب احمد تجاني والنبي قاعد صلى الله عليه وسلم زمان وقت الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم موجود بين اظهرهم ما كان في حد بيصلي والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. هسه في مساجد الصوفيه اللي بيصلوا منه مش الحيران ديل والدراويش واحد بيصلي بهم؟ طيب النبي قاعد وصلوا ليته دي مش قلة أدب؟ وأبو بكر الصديق أعلى رجل في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم جاء طوالي رجع ورا رجع طوالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم. أنتوا يا صوفية تصلوا والنبي قاعد؟ يقول لهم استووا كمان وداك بتاع أبو آدم داك بيصلبوا أنت النبي قاعد وترقص كده؟ ده كله كلام فارغ صايدة. عندكم فرصة ثانية يا شيخ؟ شيخ أحمد